يعني يا نرمين، الذاكرة مو بس هي ذاكرة فنية وأيضا هي ذاكرة حرفية. ضمن معرض دمشق الدولي اللي طالما كان شكل ذاكرة للأعمال الحرفية اللي اكتسبت سحرة من عبق كل محافظة ووثقها معرض دمشق الدولي عبر الزمن وأبرز للعالم كأيقونات حافظة للتراث. صحيح سالي، ولنحكي أكثر عن مشاركة الحرفيين السوريين يلي عم يوصلوا رسالة التراث السوري. أكيد بيسعدنا نرحب بالأستاذة عصام الزيبق، رئيس اتحاد حرفيين دمشق. صباح الخير يسعد صباحك. وأهلا صباح وسهلا فيك. الله يسعدك ويجزاك خاطر. والسيد فؤاد عربش، رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية في دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا وصباحك فيكم. يا كان أهلا لنا وسهلا. لقاءات سابقة يمكن تمام تحدثنا فيها عن تحضيرات معرض دمشق الدولي. تمام يمكن من فترة كنا بخان الزجاج، تماما وقديش كان في هيك حماس واندفاع للمشاركة. يمكن ما أنا مشاركة عادية، تمام مشاركة مميزة، إن شاء الله هيك تنال الرضا والإعجاب. يمكن بعد المعرض بنشوف نحن الآراء وبنشوف شو حبوا وشو ما حبوا. خلينا بإذن نحكي الله. عن مشاركتكم. بداية معك أستاذ عصام، تفضل. يعني سيدي، نحن جناح الاتحاد العام للحرفيين، طبعا نحن ضمينا حرفيين الجمهورية العربية السورية كلهم فيه نعم موجودين. طبعا نحن أخذنا المبدع في المبدع في المبدع، فأخذنا فيه إبداعات حقيقية. فنحن إذا بتفوتي هلا على الجناح تبعنا بتلاقي من المهن الشرقية التراثية العتيقة اللي الناس كلها بتعشقها، فهي موجودة. وأخذنا المهن التقليدية من اللي بتخدم كل الناس أو كل الفئات. فانت وقت بتفوتي هلا على الجناح بتلاقي انه بالفعل كل لوحه بتشدك فهي اللوحه الثانيه احلى. نعم طبعا بتاخذي من كافه الاعمال الخشبيه ولا النحاسيه ولا ولا الى اخره، فهدول لهم ايقاع جدا. يعني هلا نحن بتلاحظي انت بطريقه العرض وقت انت عم تعرضي اراء الناس. صحيح. نحن طبعا السنه الماضيه حققنا المرتبه الاول كحرفيين بالجمهوريه العربيه السوريه، فنحن كان هذا لنا وسام، وسام عز يعني. وان شاء الله هالسنه يعني ان شاء ما الله بنتنازل باذن الله عن المركز الاول، لانه كمان منتوجاتنا الى غيره. طبعا انا بتمنى تلفزيونكم كبرتكم تزورنا لنشرح على كل حرفه بحرفتها أكيد. لحتى ناخذ فيها الايقاع الجيد باذن الله اكيد. تعالى. يعني دائما الكاميرا الاخباريه السوريه عم تكون مواكبه لكل نشاطاتكم اكيد الحرفيه. معنا 100% ومشكورين انتم والكوادر كله واجب علينا كاعلام نقل رب الصوره. يحميكم يجبر خاطر. سيد فؤاد، خلينا نحكي اكثر عن الجناح، عن عدد المشاركين الحرفيين الموجودين. نحكي يمكن عن في بعض الحرف بدنا نقول للاسف يمكن هي خايفين عليها من الاندثار، نضوي عليها أكثر شو هي والمحافظات اللي مشاركة ضمن القسم. بداية يعني بالنسبة للجناح وعدد المشاركين، امبارح كنا يعني بإحصائية للمشاركين حوالي 170 مشارك بين دمشق وريفة والمحافظات. أتحفونا بمجموعة من الحرف التراثية والحرف الخدمية والتقليدية، يعني ما خلينا شيء يغيب عن صنع بسوريا يغيب عن سوريا إذا كان موجود ضمن هالمعرض. بالنسبة للحرف يلي التراثية، في عديد من الحرف منقرضة وكانت نسيانتها الناس، أوجدناها هلأ بمعرضنا. مثل شو؟ خلينا نضوي عليهم. في مثلا تعشيق الكهرمان، في المينا على الزجاج والنحاس، هدول كانوا منقرضين انشغلوا بالزمانات، في فئة من الناس انشغلتهم وقت ماتت انقرضت معهم. هلأ في عنا حرفي شيخ كار نبش أو طالع الحرف هي، طلعها من صور من كتب، قال ليش بنشتغلها ما فيها شيء سهلة. حتى ضمن خان الزجاج وضمن الفعالية اللي عملناها وكانت الإخبارية عم تغطي الحدث، كان في تعشيق الكهرمان، فتاة تدربت عليها بالطريقة التقليدية يلي كانوا يشتغلوها بالقديم وأوجدت قطع حلي من الكهرمان كثير بتاخذ العالم. كانت كان معنا أنا وسالي يوم الجمعة. هدول هي كانت منقرضة هي الحرفة، هلا جديد عم ينشغلوا. وكمان في عنا المسابح الشامية. بيقولوا المسبحة الشامية في كثير ناس ما بتعرفها، هلا رجعت عم تنشغل وعم تنخرط على المخرطة حبة حبة وتنسقب وتنضم وتتعشق وتنعمل بديكور كتير حلو. يعني هيك شغلات نحن كتير انبسطنا انه اوجدناها. في مثلا الكمر،
تماما. النول اللي اول نول حاك النسيج موجود معنا عارض بالجناح البدائي يلي من بعده طلعت الانوال كمان هذا جبناه انه لازم يكون موجود، هذا تراث لازم ما نخبيه. يعني في عنا حرفي بيشتغل بايديه وباجريه خراطه الخشب الارابيسك، هاي قبل وجود التيار الكهربائي كانت تنشغل بهالطريقه، لساته تائن الطريقه عن ابوه وجده وهلا عم ينقلنا اياها، هو الوحيد اللي بيشتغلها. يعني عم نشوفها كيف كانت بالبدايات تبعها. هذا شيء نحن عم نوجده للعالم، عن رجعهم انه شوفوا تراثنا كيف، شوفوا تاريخنا وتراثنا كيف كنا. هذا مهم يمكن بالحمله يمكن اللي موجوده هلا بسوريا، هو التراث اللامادي وتوثيقه اليوم للسوريين وللايدي الحرفيه السوريه. نعم موجود، نحن تراثنا نحن يعتبر مثلا اللامادي اللي هو غير ملموس او شيء. صحيح. نحن في تعاون مع التراث اللامادي ونحن التراث المادي اللي عم نشتغله بإيدينا. نعم. في تعاون هلأ لحتى نوجد للمستقبل دمشق. بدنا نعيدها دمشق مدينة أكيد. مبدعة من خلال حرفنا التراثية. صحيح أستاذ فؤاد، يعني احنا نفتخر بتراث سوريا يلي كانوا كل السياح يجوا على سوريا لا يزوروا المناطق يلي لساتها حافظة هي الشرقيات، الشغل بالصدف، يمكن يحضروا المسلسلات تمام. القديمة ليشوفوا هذا الفن يلي فيه شوي روح هيك نغمة من الحنين، بترتاح نفسيا بس تشوفه. رح ننتقل لك أستاذ عصام لنحكي كيف كان الإقبال، كيف كانت التحضيرات، هل كان الافتتاح والإقبال مثل ما هو متوقع بعد هالتعب؟ يمكن كان في شوية خوف، الخوف هو اللي يولد النجاح، كيف كان الوضع خبرنا؟ طبعا بداية أنا خليني أعيد حكاية زميلي فؤاد، نحن العارضين اللي تقدموا عنا من المحافظات كلها طبعا واصل رقم ل 300 حرفي حابب يشارك بالمعرض، فنحن انتقينا منه وضلينا ننتقي منه لحتى حددنا لل 210 حرفيين. نعم. ال 210 حرفيين في عنا غياب بحالات اضطراريه تقريبا 5 حرفيين، فهن اللي مشاركين عنا اليوم 205 حرفيين. هدول ال 205 حرفيين هدول اللي بعد الغربله، هدول نحن اخذناهم. نحن حاله الاستقبال وحاله التوقع توقعنا نحن عدد زوار مثلا افترضنا خلينا نقول 1000 حرفي، فانا بتصوري على ليل يوم امبارح الاقبال اللي كان واللي عم يطلع الزلمه انه بالفعل عم يحس حاله انه انا اجيت كنت عطشان وشربت. يعني الجناح وقت بتفوتي على الجناح انه كل قطعه ما لها مثيل، وكل قطعه مثلا بناخذ خلينا نقول هلا الجناح الشرقي التراثي اللي نحن كلياتنا نعتز فيه، انه بالفعل بتفوتي انه بتنسحري بهالمنظر. نعم. فكل قطعه عم تاخذيها فهي اجمل من الثانيه. بعدين نحن ساوينا نحن ورشات عمل، ورشات العمل متخدمه بطريقه غير مباشره عم تحيي التراث فيها. هلا انا عندنا صبايا هلا بتساوي هاي المسبحه اللي حكى عليها اخي فؤاد كهلما. هاي المسبحه اليوم شغله هاي عم تصير على ايد فتاه مهندسه، فهي تركت الهندسه واجت لعنا للسيف. مثل الدكتوره تماما، يمكن تركت دمجت يمكن تعلميته بهي الحرفه. هي لانه هي في عندها الطابع اللي هي عم تدور عليه، فنحن عندنا دكتوره وعندنا مهندسه تركوا اختصاصاتهم جايين يشتغلوا، بس هدول حبهم وعشقهم للحرف التراثيه اللي هن بدهم اياها. يعني الحمد لله، فانا بتوقع انه التميز بجناح الحرفي مميز جدا، ونحن وين ما طلعنا ان كان بسوريا ولا برات سوريا فالحمد لله عم نترك البصمه الايجابيه وبنرفع علمنا عاليا باذن الله. دائما نحن بنراهن على العقول السوريه وعلى الايدي الحرفيه السوريه. يستمتمك هذا الكلام. رح نحكي مع الاستاذ فؤاد. دائما معرض دمشق الدولي يمكن هو ملتقى اقتصادي حضاري ثقافي، شاركنا بالمعرض وعرضنا منتجاتنا ووصلنا رسالتنا، ولكن دائما بيكون تتويج المعرض يمكن بعقود بتكون فيها فائدة للحرفيين المشاركين. خلينا نحكي اليوم قديش برأيكم هذا المعرض بحق لكم هاي الفرصة لتوقيع عقود لنوصل رسالتنا يمكن مو من سوريا ننتقل لكل العالم. هلأ نحن قبل كل شيء الهدف نحن من دمشق إلى العالم شعار المعرض نوصل الحرفة تبعنا والمنتج، وجود المنتج
بقى من الزوار عم يجينا نحن كتير، عم نستقطب زوار من الدول المجاورة خلال معرض دمشق الدولي، بيجوا لأبرام العقود لحتى لشراء المنتج السوري وخاصة الحرف التراثية السورية. يعني إذا بناخد نحن أحصاء على الدول المجاورة، السياح تبعهم بتعتمد بالسياحة عندهم على حرفنا نحن يلي بيجوا بيشتروها من بلادنا من عنا، نحن بنعرف شو بنتعامل وشو بنعطي. أغلب الزوار بيجوا بيشوفوا بقى بيدوروا وبياخذوا الكارت تبع الحرفي وبصير تواصل وبصير ابرام عقود. منتجنا رايج بكل دول العالم. نعم. وعلى مستوى المنطقه على كل دول العالم، حتى نحن بنعرف من السياحه وقت كانت تجي على سوريا كانت اسواق المهن ومناطق السياحيه مثل باب شرقي والحميديه وغيرها اللي موجوده فيها الحرف التراثيه اكثر شيء بتعجب السواح، وكانوا يجوا الهدايا اللي بيشتروها منا بيشوفوا حالهم فيها أكيد. بيفتخروا انه عم يقدموها، وهي كلها من ايادي حرفيين سوريين. هلا نحن عم نزيدها من خلال هالمشاركات. نعم. انه نوجدها للمستقبل بشكل صحيح. كبير تعم كل العالم، هذا تراث نحن بدنا نحافظه نشوف حالنا أكيد. فيه أكيد. دمشق اهدت الحضارات للعالم كله. طبعا انا خليني اوصل تفضل تفضل. طبعا نحن مشاركين كاتحاد حرفيين مشاركين بجناح دعم الصادرات. طبعا نحن عندنا منتج قاعد كمان مشارك دون جناحنا كمان مشارك بجناح دعم الصادرات، لانه عندنا منتج هذا كله بيروح على التصدير، ففي شيء منه اجزاء صغيره معروضه هون واجزاء للتصدير معده فبجناح دعم الصادرات. وعندنا مشاركه ثانيه، عندنا 10 حرفيين شاركوا بجناح الباسل الابداع والاختراع، كمان هدول ان شاء الله بنحصد المركز الاول اكيد وان شاء الله امورنا بخير. هي تتم مشاركه حضن الدمر كمان ننوه نسلط الضوء عليها، هي كمان الى جناح هلا لاول مره بتشارك بجناحنا جناح معرض دمشق الدولي للصناعات اليدويه، وايضا بمشاركه جناح الباسل للتميز والابداع. هذا الحكي كثير حلو، بدنا نقول أبوركت هاي الأيادة اللي بتنلف بالحرير اللي عم تقوم بإحياء تراثنا السوري، تراث اللي مثل ما قلت أستاذ فؤاد نحن بنفتخر فيه. أي هلا مثل مثلا أي حدا جاي من برا ف بيطلب هدية فنحن منروح منتجه للتراث السوري. خلينا أيضا نحكي عن هدول الصبايا يلي مع دراستهم مع مثل الدكتورة المهندسة يلي عندهم كمية من الموهبة والإبداع، كيف عم يتعاملوا أيضا مع العالم اللي بدها تتعلم؟ صار في عالم عم تدرس، بتذكري نيرمين قال إنه هنا عم يعلموا لسه صحيح. صبايا كمان خلينا نحكي. الدكتورة أنا مشكورة بدون طبعا أنا ما بدي أذكر أسامي مشان ما نعد إنه لأنه كل الكل مشهورين، لانه انا في عندي دكتورتين تمام مشان نكون دقيقين نعطي كل الناس حقوقها. عندي احدى الدكتورات فهي انسانه مبدعه، هلا صار معها 40 سيده مجتمع 40 وحده، فهن عم يشتغلوا معها بكادر، فنحن حتى حنطلق عليهم خليه النحل تمام، لانه هن بالفعل هن العطاء اللي حتطلع. فانت تخيلي سيده بي أو سيدة منزل أو سيدة مجتمع، فهي حتنتج وحتعلم. الدكتورة طبعا صار عندها اختصاصات ما يقارب 8 اختصاصات هي صارت تدرب عليهم. نعم. فهذا كمان نحن هذا اللي نحن بحاجته كان طبعا. بنفس الموضوع بدي أسأل، يعني نحن عم نحكي رح يكون مئات الزوار أو حتى آلاف الزوار حيزوروا الجناح، يمكن ما بدي أقول أطفال، شباب يمكن حبوا المهنة حابين يتعلموها، وأنتوا شيوخ الكار موجودين معنا حتستقطبون، كيف رح تدعوهم يمكن ليتعلموا هاي الحلقة؟ هاي حلقة كتير حساسة، واليوم للأسف في بعض الشخصيات عم تغلط. أنا في شيء عندي، في شيء مادي، في شيء لا مادي. هلا أنا ولد وقد يجي عندي طفل أنا ما بعلمه والله كماش ونقوش عن حاس أو نقوش على كذا، لأنه هذا بينقوش بكل بساطة بينزل ببيع ب2000 ب3000 مثلا، نقش له 10 وحدات بنهار اجا غلى مثلا بالعاميه خلينا نقول 10-15 ألف ليرة. نعم. هذا شوي ثاني بنفقده نحن من التدريس. هلا انا لا، انا مع الورقه مع الكرتونه مع الرسم مع الانتاج مع هذا الصفي اللامادي، انا مع هالفكره مو مع هالفكره. نعم. اما مدى ما اخذ التعليم الاساسي وصار انه خلص صاحب قرار. نعم. وصار فنحن بنرحب فيه بكل ورشاتنا. حلو. انا فيني بقى نحن طبعا الحواضن طبعا هي القياده المركزيه بحسب بعصار باشتراكي قدمتنا اياها بدعم مطلق. نعم. فلتأمين وتدريب وتعليم وتأهيل، واهم شيء
ما بننسى نحن أفضل الجيش العربي السوري. أكيد. وجرح الجيش والشهيد الحي أنا بعده، فنحن هذا له عنا نصيب كبير كبير كبير. أكيد. حنعلمه وحندربه. من الاهتمام والرعاية. تماما. يعني شو بيكون عنده المشكلة الجسدية، فنحن نعم. حنعطيه مهنته. نعم. وحيتدرب ويتدرب ويبيع. أكيد. وإن شاء الله تمام. لأنه هدول يعني... لهم الفضل الأكبر علينا، فنحن بوجه لهم عبر التلفزيون كل الاحترام. شكرا لك. قبل ما نختم بس كلمة أخيرة منك أستاذ فؤاد لكل اللي عم يتابعونا عن الرسالة اللي حابين توصلوها كحرفيين من خلال معرض دمشق الدولي، شوي سريعة إذا بتريد تفضل. نحن رسالتنا قبل كل شيء للمجتمعنا، مجتمع السوري، بالنسبة للتدريب، إنه كل مثلا طفل أو موهوب أو إنسان مثلا درس ما له ميل للعلم، درس للشهادة الإعدادية، نحن بنوجه له نداء لمراكزنا إن كان عن طريق الاتحاد. نعم. اتحادنا أو الجمعية. نعم تماما. ندرب بهالحرف التراثية، نعلمهم إياها انضمن مع هالتدريب أو على طريق الشيوخ الكار. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم السيد عصام الزيبق رئيس اتحاد حرفيين دمشق، والسيد فؤاد عربشة رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية في دمشق. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا. شكرا.